مرحبا، صحينا اليوم على خبر تصفية أبو العز حلاوي القيادي في حركة فتح في نابلس وابن الأجهزة الأمنية. تم تصفيته بعد اعتقاله وتعذيبه في سجن الجنيد. قبل ما نسأل في الحالة هذه مين اللي قتله وليش قتله، من قتل بالفلتان ولا بالقانون؟ لأنه آخر فترة بس قاعدين نسمع عن فلتان وقانون. طيب تعالوا نمسك ما بعد الانتفاضة الثانية ونشوف قصة الفلتان والقانون. في نهاية الانتفاضة الثانية صار في فوضى سلاح، السلطة وقتها ما كانت الجادة في محاربتها لحد ما قررت لاحقا ترفع شعار محاربة الفلتان الأمني، وإنه السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية. بهذه الحجة قدرت السلطة تصفي سلاح المقاومة كله من الضفة الغربي، بس كمان السلطة تعاملت مع سلاح الفوضى بطريقة مغاية، جمعت المسلحين فرغتهم في الأجهزة الأمنية، سجلت سلاحهم وأبقت على سلاح بعض منهم معاهم. صحيح إنه السلطة فرغتهم في الأجهزة الأمنية بس خلتهم في دائرة خاصة، يعني السلطة خلقت دائرة جديدة من دوائر الأجهزة الأمنية وصفت بتدير سلاح الفوضى بنفس الطريقة اللي بتدير فيه كل سلاح الأجهزة الأمنية، السلاح الشرعي والوحيد. بآخر سنين صرنا نسمع إنه الدائرة هاي صارت عدة دوائر، خاضعة على إشراف وتمويل قيادات داخل حركة فتح، ومثل ما بنعرف قيادات حركة فتح مش حابة بعضها كتير آخر فترة. فبالتالي كل فترة قاعدين بنسمع عن اشتباك ما بين مجموعات داخل حركة فتح، أو هذه المجموعات بتصطدم مع دوائر الأجهزة الأمنية، يعني الدوائر الأمنية للسلطة تشتبك مع بعض. وعلى هيك لحد ما وصلنا لحالة الاشتباكات اللي بنسمع عنها من كم يوم في نابلس. حسب الأخبار نزلت الأجهزة الأمنية على البلدة القديمة لتعتقل مجموعة من المطلوبين، وردوا على الأجهزة الأمنية شباب البلدة القديمة بصلية طلعت قوية هالمرة وقتلت شابين من الأجهزة الأمنية. ثاني يوم بترد الأجهزة الأمنية وبتصفي كمان شابين من شباب البلدة القديمة. دوائر أمنية بتشتبك مع بعضها. تحاصرت البلدة القديمة في نابلس واستمرت المواجهة لحد ما الأجهزة الأمنية بتيجي وبتعتقل ابن الأجهزة الأمنية أبو العز والقيادي في حركة فتح، كمان بتعذبه قبل ما تعدمه، طبعا كله بحجة محاربة الفلتان. صار واضح لنا أنه الفلتان معادلة من معادلات السلطة الأمنية، مهم يكون بس مهم نحافظ عليه كمان، وإذا ما عرفناش نحافظ عليه 100% بنرفع شعار محاربة الفلتان باسم القانون. يمكن مهم نفهم كل هذا لنتأكد أنه إحنا مش جزء من الصراع اللي موجود اليوم، مش مضطرين نوقف مع طرف ضد طرف لأنه فعليا هم طرف واحد. بالتالي مش مطلوب منا نشجع الأجهزة الأمنية لتحارب الفلتان اللي هي صنعته وأشرفت عليه، ولا مطلوب منا كمان نشجع المسلحين في اي مدينة اليوم اللي بيتواجهوا مع الاجهزة الامنية، لانه كمان ما ننساش انه المسلحين هدول وقفوا قبل فترة ضد ارادة المعلمين، يعني ضد ارادتنا. يعني فيش اشي اسمه فلتان ولا قانون، في سلطة فلسطينية خالقة معادلات امنية، وربنا يسترنا احنا من اللي جاي. وكالعادة بنقدرش نقول الا لعله خير.